بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل. بص بقى، أول حاجة تعملها تتحقق من شغلك. أنا دلوقتي عايز أعرف شغلي مظبوط ولا لأ، تبقى عارف بعض الحاجات وتتحقق منها. مش عاجبك بتوديه على البرودكس، عاجبك بتكمل. ماشي. احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هقول له اف. أول حاجة هقول له ايه؟ هقول له اف. أنا عايز أول حاجة البرودكت اي دي اللي هو بعتهولي جت من هناك في الكويري سترينج. اف لو لقيت قطعة نصية اسمها برو اندرسكور اي دي لازم تكون موجودة. ان ريك ويست، اهي ريك ويست، عايزك تكتب بايدك على قد ما تقدر. دوت جت كابيتال، ريكوست سمول جت كابيتال. لو هي جوه ريكوست دوت جت هنشتغل. لا بس مش بس كده، لا مسافه اند يا معلم، وكمان وكمان لازم كمان. خلاص كده احنا ايه البرو اي دي خلصنا منها، كده عرفنا انها موجوده في الايه في الجت بتاعنا. عايز تشتغل بالبوست براحتك، خد بالك. ماشي. وقلت لك انا قبل كده ان احنا هنجيب سعر المنتج من الداتابيز، مش هنعتمد على اللي جاي، بس هنتاكد برضو من اللي جاي عشان ما حدش يلعب في حاجه. يعني ده لو حد اصلا لعب في حاجه اصلا بيتخفي من فوق، لان هو بيروح لاد تو كارت ويرجع تاني. لسه هنشوف دلوقتي ان شاء الله. المهم اند عايز اتاكد برضو من الايه، من الكميه كيو تي واي. ما انا قايل له كده هناك. خلاص اند كيو تي واي لازم تكون ان ريكويست دوت جيت، لازم تكون في ريكويست دوت جيت بس كده. لا اند البرايز كمان، قطعه نصيه اسمها ايه البرايز، لازم انا قايل له هناك اسمها برايز. هتقول لي طب ما احنا هنجيبه من الداتا بيز يا عم، انت عايز ايه منه؟ هقول لك يا عم انا مش عايزه يلعب فيه، حتى لو لعب فيه لازم برضه يكون مبعوت. هتقول لي طب انت هتشتغل بيه؟ اقول لك لا، هجيبه من الداتا بيز للضمان، عشان لو اتلعب فيه يبقى جاي من الداتا بيز صح. ماشي. لكن انا قايل له هناك يبعته، ليه ما بعتوش؟ ماشي. يبقى هو اصلا لو لعب وغير في حاجه هيطرده. المهم برايز لازم يكون البرايز ان ريكويست دوت جيت. تمام كده؟ كده تمام قوي. هتقول لي في حاجه ثانيه؟ اقول لك اه في اهم حاجه، لازم يكون مسجل دخول. لازم، خد بالك، لازم يكون مسجل دخول، ولازم يكون نوت انونيمس. مش عايزين بقى نتقرص من حته اليوزر، ما انت شغال على اليوزر، خد بالك انت شغال على اليوزر، ركز معايا بقى. خلاص يبقى لو كل ده موجود اند كمان، اند ان الريكوست دوت يوزر، ريكوست دوت يوزر دوت ايه فاكر از اوثنتيكيتد اهي، is underscore authenticated. authenticated خلاص بس كده. لا كمان الانونيمس ده نتحقق منه، لان هو الانونيمس عنده غير الايه is authenticated. خلاص and انا عندي is anonymous and not is anonymous زي ما اتعلمنا قبل كده. and not تمام request dot user dot is underscore anonymous. شفت بقى ازاي؟ خلاص كده؟ اه كفايه كده. كولون اشتغل هنا بقى. طيب حلو، باص خلاص هنا هيشتغل. هيشتغل خلاص. طب ان ما كانش الالس بتاعت الاف ديك اطرده بقى وديه للبرودكتس. عرفت بقى ازاي؟ تمام. طب هنا ايه اللي هيحصل؟ مش باص بقى؟ هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا لا، هنا بقى ايه؟ خلاص ما دام البرودكت اي دي معانا وكل حاجه معانا هنشتغل، وفي الاخر خالص ريتيرن لايه؟ ري دايركت. ماشي؟ ريتيرن ري دايركت. هنا بقى هنا هحط البرودكتس ما بين سلاش علشان هبعت له رقم المنتج يروح له ما بين سلاش. اتكلمنا قبل كده على الموضوع ده، عشان يروح على طول على ايه؟ على البرودكتس، ما يكتبليش فوق
اوردرز دوت برودكتس، لا بعمله كده عشان يروح على ايه البرودكتس على طول، انا هبعت له، قلت لك هبعت له خلاص. يبقى هنا برودكتس، ماشي برودكتس، وادمج بقى، بص خد بالك ادمج معاه ايه بعد برودكتس، ادمج معاه البرو اي دي اللي جاي لك دوت، انت تحققت منه ماشي، ادمجه معاه. يبقى ايه ريكويست تمام دوت جيت، عايز منه الجيت، عايز البرو اندرسكور اي دي، بس كده. تعرف كده ايه اللي هيحصل كده؟ لو كل حاجه تمام، لو كل حاجه تمام هيخليك في نفس الصفحه على فكره، لو كل حاجه تمام هيخليك في نفس الصفحه، لو في حاجه غلط هيوديك للبرودكتس. ماشي تاني، لازم يكون البرو اي دي والكيو تي واي والبرايز موجودين، ولازم يكون مسجل دخول، ولازم يكون نوت از انونيمس، يعني يكون غير مجهول، يكون معروف. خلاص كده تعالى بقى جرب. بص انا اهو في الهوم عادي اهو، خد بالك هو مش مسجل دخول ماشي، هروح لاي منتج، هات لي البرودكتس، روح لاي منتج، ده منتج اهو خلاص، اد تو كارت ودوس انتر، ترى دول ايه للبرودكتس، خدت بالك؟ اهو روح لاي منتج، اد تو كارت، دخل اي كميه، دوس انتر، بيوديه على طول على ايه، على البرودكتس. ده كده عشان هو ايه، عشان هو مخالف. مخالف في ايه هنا؟ هو كده كده الحاجات بتتبعت له، يعني يعني هنا البرو اي دي بيتبعت والبرايس بيتبعت والكميه بتتبعت، ايه المشكله؟ المشكله ان هو مش مسجل دخول. خلاص خلينا بقى نسجل دخول كده بوائل مثلا، وادي الباسورد بتاع ايه، وادي انتر، كده احنا سجلنا الدخول صح. خلينا بقى نروح على اي برودكت وندوس اد تو كارت وادوس ايه انتر، شفت فضل في نفس الصفحة. يبقى كده دخل هنا، بص يبقى كده ايه، دخل هنا في الجزئية دي، عدى من الاف، بص عليها تمام، دخل جواها بقى، دخل جوا ايه الكود بتاعها وراح منفذ ده. انت خدت بالك من القصة؟ فدي لازم تكون فاهمها كويس، يعني انت كده بتعمل ايه، انت كده بفضل الله يعني بتسلسل الكود بتاعك، بتبقى فاهمه حتة حتة علشان وانت شغال ما يحصلش اي لخبطه، تبقى كل حاجه بفضل الله انت ايه مستوعبها. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد، وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.